صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: المطلقة الرجعية هل تكون رجعتها بعقد جديد أم بإشهاد شهود؟ يقول صلى الله عليكم: المطلقة الرجعية هل تكون رجعتها بعقد جديد أم بإشهاد شهود؟ كيف يكون بعقد جديد؟ هي زوجته، كيف يعقد على زوجته؟ يعقد عليها يسترجعها بموجب النكاح الأول، لأنها لم ينحل كله باقي. نعم.